ويمكنك ربط أحزمة المقاعد، تعديلها وفتحها بهذه الطريقة. كما يتعين إبقاء أحزمة المقاعد مربوطة بشكل غير محكم أثناء جلوسكم خلال الرحلة، بينما تعين ربطها بإحكام عند كل إشارات أحزمة المقاعد مباعة. Your seat belt is fastened, adjusted, and opened like this. Your seat belt should be loosely fastened throughout the flight when you are seated and must securely fastened whenever seat belt signs are on. Oxygen. وإذا حدث نقص في تدفق الهواء في المقصورة، سنقوم بتزويدكم بالأكسجين حيث تنزل أقنعة مثل هذه فوق رؤوسكم، وما عليكم سوى البقاء جالسين في مقاعدكم وسحب قناع الأكسجين باتجاهكم، وسيفضل الأكسجين بالتدفق تلقائيا. يرجى منكم إزالة الكمامات ووضع القناع فوق الأنف والفم والتنفس بشكل طبيعي. يمكن استخدام الشريط المطاط لتثبيت القناع حول رؤوسكم كما يمكنكم تعديله. تذكر يجب وضع القناع لأنفسكم قبل مساعدة الآخرين. If there is a failure of air supply, oxygen will be provided. Mask like this will drop from the panel above your head. Remain seated and pull a mask towards you. This will start the flow of the oxygen. Remove your face mask and place the mask over your nose and mouth and breathe normally. The left six straps use the hood. Face hand can be adjusted. Remember to put your own mask before helping others with theirs. Life jacket. تم وضع ستارة النجاة تحت المقاعد، وفي حالات الهبوط الاضطراري على الماء وعندما يطلب منك مفرط الطاقة المقصورة ذلك فقط، يرجى منك اخراج الستر من كيسها ووضعها حول عنقكم. ثم لف الاشرطة حول منطقة الخصر وربطوها باحكام. يتعين عليك بعد ان نفخ ستارة النجاة داخل الطائرة، ويمكنكم نفخها عند الخروج من الطائرة ذلك بسحب القطعة الحمراء الى الاسفل. وفي حال عدم اتفاق الستر وعند الحاجة لزيادة الهواء فيها، يتعين عليكم نفخ هذا الانبوب. تتضمن الستر دون لفت الانتباه. يجب أن تتذكر ضرورة عدم نفخ ستارة النجاة قبل خروجكم من الطائرة، كما تتوفر لدينا مستلزمات الأمن الخاصة بالرفاق. A life jacket is stored under your seat. In the event of landing in water, and on your instructions to do so by the cabin crew, remove it from its storage and place it over your head. Put the tabs around your waist and fasten them securely. Do not inflate the life jacket inside the aircraft. When you are outside the aircraft, inflate your life jacket by pulling the reticle. If the life jacket fails to inflate and reach stopping up, blow to this tube. There is a light for attracting attention. Remember, do not inflate your life jacket until outside the aircraft. Protection devices are available for infants. مسافرين الكرام، يرجى منكم الآن التأكد من أن كافة أبجدية الموضوع في الخزان موجودة فوق رؤوسكم وتحت المقعد الواقع.